الفارر بلوه يضرب، يرجع الريال مع التعادل يهتز نفسيا. مشكلة الريال انه لما يقبل هدف معنويا ضد البرسا يتراجع ويهتز. هل سيكون نفس السيناريو والعادة ام ان المدريد محضر مليح؟ يمشي كرة ممتازة خطيرة، يقرب الفرصة والكرة والثاني، الهدف الثاني للملوك. امان ربي امان، امان ربي امان. الدون صاروخ التوماهوك، صاروخ التوماهوك كريستيانو رونالدو، جولاسو ديال ريال مدريد. الهدف الثاني، الهدف الثاني. عن اي فريق انت تتكلم؟ قلت الريال يغير عاداته السيئة ويكسب عادات جديدة، اسمها الاسرار وعنوانها انا لا اخشاك يا برشلونة. هدف الثاني، هدف الثاني. وزين رونالدو يخرج في مكان سليم، يقرب على الحارس ويقول له شد عندك وجيبها من الشبكة. 42 للتوماهوك الصاروخ العابر للقارات. 2-1 رونالدو كريستيانو. الهدف الثاني. أنا موجود، كيف تخافون؟ أنا هنا موجود، كيف من الهزيمة ترعبون؟ أنا